بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو مستجدات عملية السلام وضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اتفاق الحديدة وجهود الحكومة لاستعادة الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، موضحا حرص الحكومة على إنهاء تمرد ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. وجدد الحضرمي التأكيد على تمسك الحكومة بالثوابت الوطنية في حوار جدة التي يأتي في مقدمتها الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه وضرورة عودة الدولة بجميع مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بما في ذلك مجلس النواب ودمج جميع التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. وثمن الحضرمي جهود القيادة السعودية الراعية لحوار جدة والرامية إلى إنهاء حالة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن وتجاوز كل سلبيات المرحلة الماضية. وفيما يتصل بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة أكد الحضرمي استمرار الحكومة في دعم الجهود الأممية للوصول إلى سلام شامل ومستدام مبنيا على المرجعيات على مرجعيات السلام المتفق عليها. وأشار الوزير الخارجية إلى حرص الحكومة على تخفيف معاناة اليمنيين وعزمها اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بذلك، ومنها تجديد مبادرة رئيس الجمهورية المتصلة بفتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية للتخفيف من معاناة المواطنين، محملا ميليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة هذا الإجراء الذي تم طرحه العام الماضي في السويد والاستمرار في المتاجرة بمعاناة المواطنين والتضييق عليهم. من جانبه أكد السفير الفرنسي على موقف بلاده الثابت الداعم للحكومة الشرعية والوحدة اليمن وسلامة أراضيه وعلى دعم جهود المبعوث الأممي وبذل الجهود لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته.